نبقى في المنطقة الشرقية، حيث أدت جموع غفيرة من المصلين من أبناء مدينة خرفكان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد سيف عيسى عبيد النقبي الذي استشهد أثناء مشاركته مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية إعادة الأمل للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق والحكومة الشرعية وفي سبيل الحفاظ على كرامة الأمة العربية ورفعة راية الإمارات والدول الشقيقة. وأعرب سمهما عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد، سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ومدينة الشارقة شيع المواطنون في الإمارة شهيدي الوطن والواجب الشهيد جمال المهيري والشهيد خليفة بدر، وقد سيطرت مشاعر الفخر والاعتزاز بالشهداء الأبرار. التفاصيل في سياق التقرير التالي. مشاهد العزة والكرامة والبطولة مستمرة في إمارات تدافع عن المبادئ والقيم والدين، فكانت أرواح أبنائها خير شاهد على دور دولة الإمارات الريادي لإعادة الشرعية في اليمن، حيث استقبل مسجد الشيخ سعود القاسمي بالشارقة الشهيدين جمال المهيري وخليفة بدر، وصلى على الشهيدين جموع غفيرة من أبناء الوطن والمقيمين على أرض الدولة. بعد ذلك توجه الجميع إلى مقبرة الشارقة لتشييع أرواح طاهرة جاورت باريها. صفينا شهيد اليوم، ولكن احنا فرحانين. الحزن في القلب موجود، لكن الفرحة موجودة أكثر. لن نسمح لأي حد يمس سمعة دولة الإمارات. وجمال هو بطل من الأبطال دولة الإمارات، وإخوان الشهداء كلهم مثواهم الجنة إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا ونشكره لأن ولدنا صار شهيد وما عندنا أي شيء. الحمد لله شهيد الوطن ومؤدي واجبه علشان وطنه، الحمد لله رب العالمين، الله يرحمه. هنا حضرت الأمنيات بأن يرزقهم الباري الشهادة في سبيل الله، فالشهادة شرف عظيم هنيئا لمن نالها. نحن مستعدين ندافع عن أرض هذه الطيبة، الأرض الطيبة، أرض دولة الإمارات، مستعدين أن نوصل لأبعد من اللي يوصلوه. اللهم لك الحمد، نحن صفينا شهيد اليوم، ولكن احنا فرحانين. في خضم الحديث مع خال شهيد الوطن جمال المهيري، تحدث عن موقف بطولي للشهيد، حيث استطاع ان يوقف سيارة لمواطن من ذوي الإعاقة تعطل مثبت السرعة في سيارته. يقدر يوقف هذه السيارة بطريقة احترافية وخاطر فيها بحياته لأجل انقاذ هذا الشاب. هكذا هم أبناء الإمارات، أقسموا منذ الصغر بأن يفدوا وطنهم بالأرواح، فلم يكن ذلك القسم قولا فقط، إنما الأفعال في ساحة المعركة شاهدة على صدق بواسل الإمارات الأبرار. رحم الله شهداء الإمارات الأبرار. نعم الصورة حزينة ومعبرة، ولكنها ستكون خالدة وسيخلد التاريخ. شباب قدموا أرواحهم دفاعا عن الحق ونصرة المظلوم. لأخبار الدار، محمد الهنيامي من إمارة الشارقة.